ورجعنا لكم تاني، والنهارده معانا كتاب شعري. كتابنا النهارده بيشرح مشاعر والمراحل اللي بيمر بيها كل شخص لما بيكون بيحب. في تفاصيل كتيرة جدا لما بنخش في حالة الحب أو في حالة العشق هنعرفها من خلال الكتاب ومن خلال الكاتبة اللي منوراني النهاردة في الاستوديو. الكتاب اسمه عندما عشقت، والكاتبة والشاعرة هبة إبراهيم. نهارك سعيد. نهارك سعيد حبيبتي. ازيك؟ في البداية أنا عايزة أتعرف عليكي أكتر يا هبة. أنا هبة إبراهيم، كاتبة ومؤلفة للكتاب اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة عندما عشقت، وهو كتاب شعري أو ديوان صغير يعتبر البداية ليا. أنا خريجة كلية اللغة العربية، ودلوقتي أنا مدرسة لغة عربية للمرحلة الثانوية. ده أول كتاب ليكي؟ اه. إيه اللي خلاكي تتحمسي إن أنت تكتبي؟ فكرة إن أنت أصلاً تكتبي كتاب ده بياخد مجهود والتزام وعدد ساعات شغل وكده، يعني مش حاجة سهلة إن أنت تألفي كتاب، صح؟ هو بالنسبة لي الكتاب ده يمكن علشان الأول كان متجهز له من سنين طويلة. اه. يعني ده في بداياتي من الأول خالص. بدأت فيه يمكن وانا صغيرة جدا. جمعت على قد ما قدرت فيه، وما كانتش في دماغي فكرة ان انا اعمل كتاب من الاول، لحد ما هي بتبقى مقتطفات وبعدين قررتي ان انت بالظبط اجمعها كلها وتنزل في كتاب واحد. اسلوب الكتابة طبعا بيتغير من انت قلتي ان انت من وانت صغيرة. طبعا فلما عدتي تاني على او رجعتي تاني الحاجات حسيتي انه بالظبط ظبطت فيها حاجات كتير جدا. في حاجات اتشالت خالص وفي حاجات اتحطت. هيبقى انا حسيت ان في فرق بين القصايد اللي اتكتبت وانا كبيره غير وانا صغيره طبعاً. فعلا، الخبره وخصوصا ان بتفرق. انا اكيد لا، وكمان حته يعني انا برضو عشان مدرسه لغه، الحصيله اللغويه ليا كل ما بيزيد السن كل ما بتزيد الحصيله، وبالتالي بتستخدميها افضل. الكاتب لازم يبقى عنده خبره علشان يقدر انه يوصل الخبره دي من خلال الحاجات اللي هو بيكتبها. طبعا هي الكتابات عموما لاي كاتب بتبقى انعكاس للخبرات الحياتية اللي هو بيعاصرها طول الوقت. يعني أنا الكتاب بتاعي فيه جزء في الآخر عن خواطر، يعني بعيدة خالص عن الشعر. هي كلها تعتبر خبرات حياتية، مواقف أنا بشوفها بعاصرها بتأثر فيا وبالتالي بتنعكس على الكتاب. طيب عايزين بقى نتكلم على أحلى حاجة في الكتاب، الحب. أوه. ومراحل الحب. واستفيدي بقى. يعني اتكلمي باستفاضه شديده. يعني ايه هي مراحل الحب؟ يعني مثلا اعجاب قصدك في الاول، وبعد كده بيبقى شغف، وبعد كده هل فعلا في مراحل علميا أكيد. في مراحل للحب؟ طبعا العين ممكن تعشق وتحب قبل اي حاجه، صح؟ بعد كده بتبتدي بقى مراحل الاعجاب اللي انت بتقولي عليها بتاخد طريقها لحد ما بيوصل لاقوى مراحل الحب اللي هي العشق. الوله العشق ده والوله. اعتقد انها دي اعلى طبقه خالص. يعني احنا بنوصل. طبعا. ودي مش بالسهل اي حد يوصل لها. لا اكيد طبعا. لازم بتبقى تكون علشان يوصل للمرحله دي بتكون العلاقه اساسا مبنيه صح. طيب نبتدي بقى من الاول خالص عشان نشوف العلاقه تبني صح ازاي عشان نوصل للمرحله الاخرانيه بتاعت العشق. هو بالنسبه للكتاب عموما هو مش موضوع واحد انا ماشيه بيه. لا هي موضوعات مختلفه، يعني حالات انا شفتها حالات انا عاصرتها. هي مش تجربه شخصيه ليكي. لا لا. لا 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 اصل ده في 19 قصيده. الصعب جدا ان انا اعمل 19 قصيده من تجربه واحده ومواضيعهم كلها مختلفة. لو كانوا 19 تجربة برضو يا هبة. لا هيبقى كتير قوي يا كتير. لا كتير جدا. لا هي الفكرة كلها هي ممكن تبقى تجربة واحدة في بداية حياتي مثلا وانا لسه صغيرة بدأت بيها، بعد كده ابتديت أعيش حالات معينة من الشعور ومن الاحساس. بتعتقدي انها حالات حب بالظبط؟ بعيش فيها بخيالي. يا ريت بقى تشرحي اكتر الموضوع ده، لان بنات كتير جدا بيقعوا في نفس الموقف ده، بيعتقدوا ان هم في حاله حب، وبيكتشفوا بعد كده بعد مرور السنين بعد ما بيخسروا حاجات كتيره جدا انه مش حب. طبعا اللي انا شايفاه ان الحب دايما في المراحل الاولى او اللي احنا بنسميه الحب الاول غالبا ما بيكون مش هو الحب الحقيقي. يعني الحب اللي هو في سن المراهقه
الواحده ممكن او الواحد فيه بيعيش حاله قويه جدا، بنفتكر بيعتقد ان دي اخر الحياه يعني، وان هو خلاص ده زوج المستقبل وانه بيعيش فيها لسه اطفال يعني. الا ان في حالات فعلا بتستمر يعني، ممكن بيبقى فيها حالات بتستمر فعلا بس قليله بس قليله يعني، مش هقدر اخليها هي القاعده. لكن القاعده الاعم ان الحاله بتاعه الحب في الاول ما بتبقاش هي الحاله الاخيره، بنعيش بيها شويه مرحله ما، وبعد كده لما بتمر السنين ويظهر الحب الحقيقي في حياتنا ونعيشه، وممكن يبقى في جواز بقى واستمرار وحياه. هل في حاجه اسمها الحب الحقيقي؟ لان بعض الناس بيقولوا الحب بتبقى حاله موجوده، لو الحاله دي مشيت او الاثنين اختلفوا او اكتشفتوا ان الحاله دي كانت وهميه عادي ممكن نسيبوا بعض ونحب تاني. هل في حاجه اسمها حب حقيقي؟ في كل في يعني في حياه كل واحد في حب حقيقي طبعا، ظهر بدري ظهر متاخر، بس لازم هيكون في حب في حياه الانسان. يعني ما اعتقدش حد ما قابلش حب حياته يعني، لازم ممكن يظهر متاخر للناس اللي بتعتقد ان انا عشت حياتي كلها ما حبيتش. لا ممكن يظهر، ما فيش مشاكل خالص. والانسان بيعيشه بمنتهى القوه وبمنتهى الجمال، وبيحس فيه فعلا ان الحياه بقت مختلفه، وان اللي عاشه من حياته ده ما كانش بيعيشه، كانت مجرد روتينيات بيتنفس وبياكل وبيشرب بدون احساس. طبعا. يمكن انا تعرضت للمشاعر دي في الكتاب، حتى مشاعر الهجر، اليأس، الشوق، الفرحه، موضوعات مختلفه في الكتاب بتتكلم عن كل المشاعر اللي ممكن الانسان يعاصرها في حاله الحب. اعتقد ان الكتاب فيه جزئيات كتيره من الحاجات من الحالات اللي احنا بنعيشها في حياتنا اليوميه او على مدار حياتنا بتمس قلب كل واحد يعني. هل الهجر يعتبر وجه اخر للحب؟ لا، انا شايفه ان هو مش وجه اخر، هو انعكاس حقيقي. انعكاس حقيقي للي كلنا بنعيشه، اللي كلنا ما فيش حد فينا ما عاش الحاله دي طبعا وتعرض له يعني. في قصايد واحد مثلا شايف واحده بجمالها، وفي اخرها هكتشف ان هو كل وصفه ليها هو عايز يتجوزها في الاخر. هو حبها وعنده رغبه في ان هو يكمل حياته معاها. دي حاله يعني ملهاش علاقه بواحده ست، ده واحد المفروض ان هو عايشها. في قصيده تانية اللي هي قصيده اذهب بعيدا، دي واحده المفروض ان هي عاشت حياتها مع واحد حبها جدا، لكن جاي في اخر حياتها بيقول لها لا خلاص سوري كفايه عليكي. فهي بتاخد ايا كان بقى، خلاص اعتزلها، قال لها انا مش عايزك. فهي بيبقى ليها رد فعل وبترد عليه، تبقى صدمه طبعا. طبعا. هي كمان رد فعلها كان، انا شايفه ان الكلام فيه قوه، وهي بترد عليه بتقول له اذهب بعيدا فلقد كرهتك. عايزه تنسى، وبتحمله هو الخطا مش بتحمله لنفسها يعني، هي ما ضعفتش ولا اهتزت ثقتها بنفسها. وشايفه ان هي تستحق ان هي تعيش حاله حب تانيه مع حد تاني افضل بقوه، افضل من الحاله اللي هي عاشتها معاه، كفرصه اخرى يعني. طبعا. كفرصه جديده. بالظبط كده. طب ما تقرا لنا حاجه من الكتاب بتاعك. حاضر. انا حابه الاول ابدا بالخواطر يعني، هي مجموعه خواطر قليله، بس أنا حابة أبدأ بخاطرة صغيرة يعني كبداية لطيفة بالنسبة لحالة الحب يعني. بتقول: أين أنت يا حب عمري؟ بل كل عمري، ذكرياتنا معا تحيي فينا شوقا وعشقا ودفئا وحنينا لأيام كانت لنا فيها المشاعر كل الحياة. نحن الآن نقف على أطلال عهد ولا وانكسر، لكن يا ويلي لازلت أعيش هناك مع لحظات أعشقها، بل أعشقك فيها. ففيها كانت لحظات ألمي، وفيها كانت لحظات الحنان والثقة والحب الغامر الذي غرقت فيه ولم أستفق منه حتى الآن. فكن لي حبيبي دائما، كن لي أبا، كن لي أخا، صديقا، حبيبا، فإني أحبك. الله. معظم الكتاب بيبقى عندهم مشاكل في النشر يعني، بيبقى بيقولوا انه احنا بنبقى جاهزين والكتاب جاهز وعارفين شكل الغلاف هيبقى عامل ازاي، ولكن بيبقى في مشاكل في الطباعه نفسها وفي النشر، وخاصه ان معظم ادوار النشر ما بتبقاش متحمسه لفكره كتاب جداد. هل واجهتك المشكله دي؟
قبل ما اوصل لدار كتبنا فعلا قابلتني المشكله دي مع دار نشر تانية. قعدت معاهم حوالي سنه بحاول اوصل حتى لبدايه الطباعه، يعني عايزه اقول لك تعبت فعلا معاهم. لكن بعد كده بصراحه قريت على النت وبالصدفه عن منصه كتبنا، هم ناس فوق الهايلين الحقيقه. كانت الدعايه بتاعتهم مبنيه حوالين لو انت عندك كتاب عاوز تنشره. فاتصلت بيهم وقلت اما اشوف الدنيا فيها ايه، يعني فكرتهم دي حقيقيه ولا مجرد كلام. فطلعت حقيقيه جدا. جدا. والاستاذ محمد جمال ربنا يكرمه الحقيقه تابعني وبسرعه، وفعلا كل بنود العقد اللي اتفقنا عليها اتنفذت زي ما هي. يعني حتى انا كنت حابه قوي ان الكتاب يلحق معرض الكتاب، وكنت موديه لهم في فتره متاخره. والله حقيقه يعني عمل لي اكسبشن كده في الاخر ودخل لي برضو قال لي هديكي كام يوم طيب وبتاع وظبط لي الدنيا الحقيقه ربنا يبارك فيه. حتى ديزاين الغلاف عملته لي بنوته كانت تلميذه عندي في وقت ما. ما شاء الله. والله ما شاء الله دلوقتي هي مهندسه وديزاينر هايله. عملته لي بسرعه في نفس الوقت اللي هم بيشتغلوا على حاجه تانية، يعني عشان نخلص ويلحق المعرض. فربنا اكرمني الحمد لله ولحق فعلا. استقبال الجمهور كان للكتاب عامل ازاي في المعرض؟ يعني حبوا يقروا منه مقاطع، اشتروا منه؟ فعلا الحمد لله. ويمكن لقيت صوره بعتها لي مستر محمد على الموبايل انه محطوط في الرف بتاع افضل الكتب، ودي كانت بالنسبه لي مفاجاه، يعني اول كتاب ليا ويتحط على الرف ده، ده معناه ان هو بيوصل بقراءته للناس طبعا. قابلت ناس كتير لقيتهم بيقولوا لي لما بيشوفوه في ايدي انا واحنا شفنا ده في المعرض ده كان عاجبنا قوي، وحاجات كده لفتات حلوه بصراحه. حفزتني. يعني ده شجعني وخلاني ان انت تبتدي. يعني كنت لسه هسألك، أقول لك ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ أنا عايزة ماذا بعد؟ ده السؤال. أعتقد إن ده اللي بيبقى عامل ضغط على كل الكتاب، خاصة بعد ما بيعمل يعني الكتاب الأولاني وبينجح، فبيقول ها ماذا بعد؟ تعملي إيه بقى؟ لا، هو ماذا بعد أنا بدأتها فعلا من قبل ما ينشر الكتاب ده. يعني بدأت فعلا أكتب في الديوان الثاني وخلصت منه مجموعة من القصايد. ربنا ييسر الحال ان شاء الله. انا رايحه تاني قريب لمستر محمد عشان نتفق على الديوان الجديد. وينزل بعد شهر ولا شهرين باذن الله ربنا ييسر الحال. انت هيبقى تخصصك بس كتب شعريه، مش ناويه تعملي حاجه زي الروايه يعني؟ بفكر. لا بفكر فعلا فيها. بس هي زي ما تقولي ايه، انا لقيت النجاح دلوقتي في الشعر. فحابه الديوان التاني يكون على يعني طراز نفس الطراز ماشي معايا. واعتقد انه كمان الثاني هيكون اكثر جوده. لانه كله جاي بقى انت عارفه في مرحله، عشان كمان خدت الخبره شويه بالظبط كده. ايوه خلاص بقيت عارفه ازاي اسيطر على العبارات والجمل. القوي والضعيف الدنيا تمشي ازاي. لقيت الحكايه على فكره فعلا بالخبره بتبقى اسهل. اكيد. شايفه حل الشعر ايه دلوقتي؟ يعني انت بتقولي ان انت حابه الشعر ومتحمسه ان انت تعملي ديوان تاني. شايفه الحال عامل ازاي؟ هل اصلا حتى المتلقي الجمهور هل هو قادر دلوقتي ان هو يقرا شعر؟ والله انا اتفاجئت يا ريهام بالحكايه دي. انا عايزه اقول لك ان انا الكتاب نزل وانا مش متخيله ان هو هيلاقي اي نجاح. يعني ممكن يكون بس أعتقد الناس ان ده الخوف اللي بيبقى موجود عند كل الكتاب. ان انا اكتب بس افرض لو حد قرا مش هيعجبه الكتابه. طب ماشي اكتب بس افرض لو نشرت ما حدش هيشتري. انا من اني ايوه بالظبط. ان في ناس ما تشتريش لانها مش غاويه قرايه. دلوقتي خلاص بقى النت بقى اسهل طريقه. ان حد يروح لمعرض الكتاب ويدور على كتب ويمسك الكتاب ويقرا زي ما كنا احنا بنعمل زمان. ده اعتقد كان حد يعني لا ومش احنا كنا زمان بنحب وبنحب الشعر وحتى في معرض الكتاب كنا بنسمع الشعر لما بيعملوا الحاجات. أيوة. دي كلها. ولكن انا مش عارفه الجيل ده والله فيهم بيستقبل الشعر ازاي. كتير. لا بجد. لقيت كتير. والله. يمكن حتى انا شغلي كمدرسه بشتغل في انترناشونال. اتفاجأت بان حتى الولاد اللي كل ثقافتهم انجليش بيتعاملوا مع الكتاب وحابينه وبيقرؤوه. والله. يعني استغربت جدا فكره القراءه ما زالت مستمره. ودي حاجه ودي احسن يعني حاجه طبعًا. الحمد لله. طبعا هي الوسيله الاولى للتعلم هي القراءه. ان احنا نتجاهلها هتبقى صعب. وده اللي انا اكتشفته فعلا بالنسبه للديوان بتاعي لما لقيت ناس كتير حابه قراءه. وشوفي ده في الاقبال على المعرض. ما حدش هيتعب نفسه يروح مكان بعيد ولا يلف طول اليوم الا اذا كان فعلا عايز يقرا.
ده حقيقي. مين الشعراء اللي انت كنت بتقري لهم وانت صغيره وتاثرتي بيهم؟ بصي، هو بحكم دراستي اصلا اكيد عديتي عليهم كلهم. كتير عديتي على كل الشعراء طبعا. بس انا بميل اصلا للشعر القديم، الجاهلي قصدك؟ ايوه الجاهلي والاموي والعصور دي تقيل قوي يا يابا. عايزه اقول لك ان انا يعني احنا عايزين نحمس الجيل ده ان هو يرجع يقرا شعر، بس مش لدرجه ان انا اللي انا بكتبه لا عمي اكتر صح؟ هو لغه عربيه لكن هو شعر حر يعني مش مرتبط بالقافيه زي زمان، مش بنفس القواعد الشعريه المعقده خالص. فاي حد ممكن يقراه يفهمه ببساطه، لكن انا نفسي تاثرت بالشعر ده، بالالفاظ، بقوه المعاني، بالافكار اللي موجوده في الشعر القديم. وخصوصا والدي برضو، يعني والدي هو كان مستشار اللغه العربيه في مرحله ما في حياته قبل ما يطلع على المعاش بفتره كبيره، كان وما زال لحد دلوقتي. العائله كلها اللغه العربيه فيها اساسي. كان بيحفزنا جدا ويقعد لحد النهارده يجيب لي ابيات شعر، وما شاء الله من اكتر الناس اللي حافظه للشعر القديم والجاهلي. يجيب لي ها قولي لي هاتي لي على الابيات دي هاتي لي، عارفه بيشغل دماغك طول الوقت في الحاجات دي. فطلعه وانا جوايا حصيله. فالحمد لله يعني حته اني انا قرات، لا قرات كتير، درست للشعر كتير، الادب بصفه عامه كل عصوره لحد العصر الحديث والمعاصر بدرسه دلوقتي كمان. فده اكيد بيسيب اثره. لما انت قلتي انهم في المدرسه اكتشفتي ان هم قروا الكتاب وعجبهم جدا، كان اعمارهم قد ايه؟ حاليا دلوقتي هي بدايتي على فكره، بدايه فكره الكتاب اصلا انا ما كانش في دماغي زي ما قلت لك ان انا هعمل كتاب. بدات الحكايه بقصيده وطنيه كنت كاتباها اسمها شوق الغريب. بتتكلم عن واحد مسافر بره وعايز يرجع لبلده. وبعدين لما جه يرجع لقى نفسه مشاعره ناحيه وطنه قويه جدا. القصيده دي اتقالت اول ما اتقالت في معرض صحفي كنت انا عاملاه في مدرستي. مدير الاداره كان موجود عجبته، وهو كان شاعر اصلا، فشجعني جدا. بالتالي ابتدت بقى اخد خطوه، لا جمعي قصيدتك، لا ورينا، لا اعملي. ابتديت لقيت ناس كتير قوي بتهتم والدنيا مشيت الحمد لله. جمعت الكتاب ونزل والحمد لله. يعني قبل نهايه الفقره يابا يمكن ينفع تسمعينا حاجه كمان من الكتاب؟ اكيد حبيبتي. هسمعك اذهب بعيدا. اذهب بعيدا. تمام. الموضوع عاجبني. انا عاجبني انا شخصيا. اتكل على الله. هو بيبين فيه قوه شخصيه الست لما بتنجرح بتبقى صعبه. لا احنا لما بنقلب وبنغدر خلاص بتبقى صعبين. اذهب بعيدا. حيرتني مشاعري الغرقى بحبك، عشت فيها بنبض قلبك، جئت يوما تنحني وتقول لي إني أحبك، فوهبتك الذي ما كنت أملك أملا وعمرا، بل حياة كلها من تحت قدمك. اليوم تأتي مرة أخرى وتقول لي أنت وشأنك، فلقد هجرتك، سرت المرارة بين أوردتي، أبهذا كان ردك؟ ألقيت حبي، ألقيت عمري، وأخذت قلبك؟ اذهب بعيدا من هنا فلقد كرهتك، اذهب لأنسى أنني يوما عرفتك، دعني وشأني، دع كل أمرك، أبدا لن ألوم نفسي، فالخطأ خطأك، سأعيش لنفسي مرة لا ملك أمرك، أنا أستحق اليوم حبا عارما، قلب تحركه الصبابة لا مثل قلبك. هبة إبراهيم والكتاب عندما عشقت، منورتيني النهارده وبشكرك جدا وبتمنى لك نهار سعيد. ربنا يكرمك حبيبي قلبي، نهارك اسعد. تعالوا نطلع لفاصل ونرجع لكم معنا في فيديو.